جينا هنا على المشروع نشتغل من الساعة 7 الصبح للساعة 4 المساء، وهنا المشروع يعني وفرنا فرصة عمل. يعني جينا نشتغل أنا وأختي، قبل ما كان بي شغل، بس هسه يعني صارت فرص العمل بالمشروع، يعني توفرت لنا فرص عمل. يعني المرأة تطورت، وقبل ما كانت المرأة تقدر تطلع. شغلي بهالمشروع يعني ساعدت أهلي بالمصروف وبال يعني بكثير حوائج. المرأة تعتمد على حالها ويعني تساهم بالمصروف. وبهتري خوم البروجي ما تينا سكرين بدم صالي انه هر شهر دمي صالي مشين كاية دينن وقف روت ناينا كي بهتري خوف روت ناينا كي مدكانك تشكري او جيد هندروي بروجي ديا ملتي دوراما اي قندابن اي باجار بن حميتين الفيدي تشتجواري لازم تين دبن شخب طبعا فئتك يقلك ارزان ترى بيكون اشتوكي وانيكي وبهتري خو هر کس زانه یعنی نوی پروژه ما پروژه جن جن چلو بدسته خو کارت کې یعنی پروژه کولو سرکفتیا پروژه کې ګلکی خوش چلو جن زراعت ولو پیش تخیجی بهتری خوش خو زحمتی ما جالی تو ونا مثلا بزری ما مچاوا پیدا بکن یعنی فئته وانه کې کریاری ګلکی بهانه او زوب زوب دسمه جنا کوین خو جالی وی تشتی و ابوریا جن بهتری خو دسته کې دې ما اری کاری مرد کې هدفنا توسيع هذا المشروع أكثر لنصل إلى حد الاكتفاء الذاتي بكامل روجافا. طبعا هذا المشروع لا يكفي، هدفنا بكل منطقة إنشاء مشروع كمشروع ضمصال. نقوم بزيادة عدد الأشجار كل سنة، لدينا مخطط لإنشاء جمعية دجاج هناك لتربية الدجاج أيضا. يعني كل سنة عم يزداد العمل أكثر رغم الصعوبات، يعني يوجد صعوبات صراحة، الأحوال الجوية أحيانا تؤثر على الزراعة، سنوات الجفاف، قلة الأمطار، تغير المناخ، المرات تصير عواصف هوائية قوية تأثر على النباتات.